الأطيار شيعتي لقبر ظلمته هو والأصحاب. محمد الهادي النبي صادق وأمين يشهد له بحسن الخلق رب العالمين وعداء شهدوا بالفضل كل المشركين ما شكوا بخلق أبد ما بيهم مرتاب صادق مكذاب سليل الأطيار شيعتي لقبر ظلمته هو والأصحاب. بعد شهادة الأعداء وألد الأعداء بعد شهادة أبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وقريش الكفار المشركين وشهادة أبي سفيان على صدق وأمانة وفضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل البعثة ومنذ صباه وكذلك شهادة غير الأعداء وشهادة أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وفوق ذلك شهادة القرآن المجيد بصدقه وأمانته وأخلاقه الفاضلة وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو معقولة النبي الذي يرب الإنسان يؤمر الشيعة بالطعن وبسب وبهتان نسبوا لأرواي ظلم أتباع الشيطان خالفوا أمر الله النزل للطيع الكذاب صادق مكذاب سليل الأطيار شيعتي لقبر ظلمته هو والأصحاب. صاحب الخلق البسيط الوضيع لا يدعو إلى أكثر من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم فكيف يصدر من الصادق الأمين صاحب الخلق العظيم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. شيعة قبوري بحقد حرفه والكتاب وللنبي نسبة والكذب عادة والأصحاب ونساء حاشاها انرمت بفحش الألقاب كذبة تقي الدين مزقوا بالأنياب صادق مكذاب سليل الأطيار شيعتي لقبر ظلمته هو والأصحاب. باكستاني وللخمنئي وللشيرازي هذا سوء الخلق هذا الفحش والرذيلة التي تصدر منهم ضدنا وضد الغير وضد الصحابة وضد أمهات المؤمنين من أين جاء؟ من التشريع من الروايات من هذه الروايات الموضوعة من هذا التراث الشيعي هذه هي التربية. يا شيعي حرك هالعقل لا تبقى جاهل اتمعن بكتبك عدل تلقى المهازل معقولة يهدم هالنبي كل الفضائل ويخالف النهج السوي ويضد الكتاب صادق مكذاب سليل الأطيار شيعتي لقبر ظلمته هو والأصحاب.